كل المعنيين في المجتمع نقعد لمدة أسبوع أو أكتر حسب الأمر ما يتطلب، ونبتدي نتناقش في الموضوع اللي هو الشأن العام، ويبقى من منظور ديني ممكن، ويبقى من منظور ثقافي ممكن، ومن منظور فكري ممكن، منظور اجتماعي ممكن، منظور سياسي ممكن، زي ما انتوا عايزين. الهدف الأساسي هو إحداث حالة تثقيفية في المجتمع بخطوات الحديث في الشأن العام بدون علم أو تخصص. نمتلك كثير من المواثيق وكثير من قواعد السلوك المهنية، لكن هذه القواعد للأسف لا تفعل. ليس هناك رقابة في مصر على ما يقال حتى الآن، يفيش رقابة، كل واحد بيطلع يقول اللي هو عايزه في البرامج. خطورة تناول الموضوعات المهمة لمن لا يدرك كل تفاصيل الموضوع. من يفتي ومن الفقيه وارتباط هذا بالشأن العام؟ لابد من الرجوع الآن للاختصاص. بناء الوعي مش منوط بالإعلام وحده، لكن هو جزء مهم، لكن الأرض هي منظومة متكاملة. خلق الوعي من الناحية الدينية، خلق الوعي من الناحية السياسية، خلق الوعي من الناحية الاجتماعية، نتناول من كل الجوانب. هذه القامات الوطنية من الزملاء الوزراء وكبار الكتاب والمثقفين والخبراء والمستشارين يؤكد على استجابة وطنية واسعة لدعوة سيادة الرئيس لهذا المؤتمر.